سيدي غيلاس ايه سي نكملوها في سيدي غيلاس. سيدي غيلاس شوف درنا ذاك النهار على البناء الهش وقلنا 29 وقعدوا لكم سبعه قلتوا 36 29 ما داوهمش الناس تاع بناء الهش الا خمسه ولا سته اللي يستاهلوا الباقي كاع اللي مد البغرير الدع اللي تخدم في القاطو الدع اللي عنده كراول الحوان ذاك المسؤول الدع اللي عدهم ما خلوطة يعني جماعة البغرير الدا وجماعة التخييم والخيمة الدا وجماعة من قرايا الدا ومن الدا والناس الزواولة ما داوش كي نقلنا احنا هذا الانشغال واحد المسؤول وش يقول قال لهم علاش خليتو النووي يدخل لسيدي غيلاس علاه دخلت لدارك ها النووي جا لدارك جيت الكوزين تاعو جيت لسيدي غيلاس ونزيد نجي سيدي غيلاس ونفتح مكتب في سيدي غيلاس أنت وأنا هو رئيس المكتب تاع سيدي غيلاس تما صافا قال لهم النووي مهرج ما عنده ما يقضي لي والله ونورمال وراك فرحان بروحك أنا النووي المهرج ماني معين بمرسوم ماني منتخب ماني أمانة عند الشعب أنت راك مسؤول غدوة يحاسبك ربي والله غير بالمليمتر تحل في فمك أنا ولا راك غايضني اطلق 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 الناس اللي تستاهلوا على ما مديتو لهمش ها مليك غدوة هادو تقام غدوة ها وليات كيما هادو ساكنين في الكربي لازم نغطيو كلش في النيلة روحو نتفيقو لازم نعسو الشتا لازم روحو نرقدو ما نقدرش نرقدو علاش خليت النووي يدخل سيدي غيلاس ندخل سيدي غيلاس والله غير ندخل بإذن الله الوقت اللي حبيت ندخل سيدي غيلاس يجا ونفتح مكتب في سيدي غيلاس صافا كي نجي لدارك سمح لفمك وعدنا وبكام الحمد لله يا ربي اللي جيت مسؤول هكذا كون جيت مسؤول كبير كون حصلنا الحمد لله يا ربي خرجوا على استاذهاش ما خرجناش فيها انا والله راني راك غايضني والله اقسم بالله راك غايضني انا ما الحمد لله انا مهرج السيفيار كنت مسؤول غدوه تسال امام الله وامام الاجيال وامام التاريخ يا عاثر شو شوف ها من اللي يستاهلوا مساكن ها عايش الله مزيان راكم تعرفوهم كيف قال لي على بالي بالحاله تاعكم على بالي هذو مساكن ما جابوا لا بغرير ما قاطو لا تخييم لا احوا ما كان والو مساكن ما يا البغرير يا الحاجه شوف حالتنا شوف حالتنا انا وليات انت راك بابانا انت خونا انت كلش رساله موجهه سيد الوالي بوسته يا سيد الوالي بوسته يضرب دوره سيدي غيلاس تشوف العجب والله غير تشوف العجب والله غير تشوف العجب وروح للمواطنين تاع سيدي غيلاس انت انسان تاع ميدان وشايفين فيك الخير روح للمواطنين تاع سيدي غيلاس تشوف العجب وتسمع العجب زيد فيديو تاع دغري زيد ها ملك زيد الحاج دقيقه ونكمل لا زيدني فيديو لاخر زيد ميزيريه ها ملك ناس ساكنين في الويدان ساكنين تحت القصب ساكنين مع الطوانب ميزيريه معاقين كبار مهمن مدين ما كاش لي داو السكن تاع الهش داو الناس ما عندهم حتى علاقه بالهش اه السكن تاع الهش في سيدي غيلاس ما نقولوش كاع كاين ولكن نسبه كبيره ما عندهم حتى علاقه بالسكن الهش لاباس بهم عندهم ديار عندهم من الرزق الله يبارك علاه السكن دارته الدوله صبع. الدوله دارته للناس زواوله تاع الهش ماشي يدوها ناس واحد اخرين خلاص الوقت خلاص الوقت الى هنا ينتهي لقاء بكم اليوم دمتم في رعايه الله وحفظه مطلق الحاج جيش النووي العظيم نووي طالع نووي طالع نووي طالع نووي هابط نووي هابط معكم النووي بنسكران ولايه تلمسان النووي هابط النووي هابط النووي هابط